عمليات نوعية للقوات المسلحة الباسلة، وعصابات الإرهاب تتهاوى أمام ضربات حماة الديار. من المستغرب أن ينهث البرلمان العربي الانتقالي ورئيسه بالتنسيق مع المجموعة العربية في المحافل الدولية لتعليق عضوية سوريا. مجلس الشعب السوري يدين الأعمال الإرهابية المدعومة بمال النفط الخليجي، ويستنكر منع الحكومة السعودية السوريين من أداء فريضة الحج لهذا العام. الخارجية الروسية تدعو لعدم البحث عن ذرائع للتدخل الخارجي باستخدام القوة في سوريا، وتجدد الدعوة للتوصل إلى حل سياسي دبلوماسي للأزمة. نشرة الأخبار من تلفزيون الدنيا في دمشق. السلام عليكم ورحمة الله. داهمت الجهات المختصة منزلا في منطقة القطيفة بريف دمشق، بل القطيفة في ريف دمشق، اتخذه الإرهابيون وكرا لهم، وتمكنت من إلقاء القبض على معظم أفراد المجموعة الإرهابية الذين كانوا داخله، كما استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة مجموعة إرهابية عند تقاطع صمصم في بساتين حرستة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. وفي حمص دمرت وحدة من قواتنا المسلحة مدفع هاون، كانت مجموعة إرهابية تقوم بتركيبه غربي المشفى الوطني في بلدة تلدو بريف حمص، وقضت على جميع أفراد المجموعة. كما استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة مجموعة إرهابية مسلحة في حيي بستان الديوان والورشة، وتمكنت من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين وتدمير عدد من السيارات التي كانوا يستخدمونها. كما ألقت القبض على 3 إرهابيين كانوا يحاولون الهرب عبر مجرور الصرف الصحي الممتد من الخالدية إلى سوق الهال. قتل عدد من الإرهابيين بانفجار سيارة مفخخة كانوا يقومون بتجهيزها في بلدة نصيب الحدودية بريف درعا بغية تنفيذ عمل إرهابي. كما تمكنت الجهة المختصة من القضاء على الإرهابي أيهم محمد راتب المجاريش أثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة زينتها 100 كيلوغرام على طريق درعا الصنمين، وكانت بحوزة المجاريش لغم مضاد للدبابات مجهز بصاعق كهربائي وموصول بسلك بطول نحو 500 متر وجهاز تفجير عن بعد ومحول كهربائي وكاميرا تصوير. وفي إطار استهدافها للممتلكات العامة والأبنية المدرسية وترويع الطلبة لمنعهم من متابعة تحصيلهم العلمي، هاجمت مجموعة إرهابية إعدادية قرية براق الواقعة في منطقة اللجات بريف درعا الشمالي، وقاموا بإطلاق النار لترويع الطلبة والمدرسين، واختطفوا الطالب هشام خالد الهلال كونه ابن شيخ عشيرة الجملات المعروف بمشاركته في جهود المصالحة الوطنية. كما هاجمت مجموعة إرهابية مدرسة الثانوية التجارية بمدينة جاسم، وسكبت 600 لتر من مادة المازوت من مخصصات التدفئة، وأضرمت النيران فيها وأحرقت بعض الصفوف. مشاهدات من إجرام عصابات الإرهاب المرتزقة في حلب وريفها ترصدها كاميرا الدنيا في التقرير التالي. من هذا العلو تطل قرى حاصرها المسلحون ومنعوا سبل الحياة إلى أهلها لأيام عديدة بعد أن خرجت أغلب المجموعات المسلحة من مدينة حلب إلى أبعد قراها شمالا. عناصر الجيش العربي السوري والهلال الأحمر العربي السوري يقدمان مواد غذائية، مستخدمين الطائرات، وهنا الأهالي يروون جور تلك المجموعات. نحن من طالب الجيش العربي يضرب من إيد من حديد ويدخل ويضيع العصابات المسلحة. لعب وصلنا المساعدات، لو ما هني لو ما الجيش العربي السوري لعنا هلأ حالتنا موت أعدام. عصابات المسلحة محاوطة تضيع من كل الأماكن، أي واحد بيطلع أي واحد بيدخل قنص خطف قتل إجرام. الله حي الجيش، الله حي الجيش، الله حي الجيش، الله حي الجيش، الله
مبنى القصر البلدي في حلب تعرض لهجوم إرهابي أردى ما بداخل هذا المبنى إلى كومة من الحطام. حوالي الساعة 12 صباح اليوم تعرض مبنى القصر البلدي لاعتداء مسلح من قبل المجموعات المسلحة. هالمرة تطورت الموضوع إطلاقات وصار استهداف وموضوع قصف ببعض القذائف، على الأغلب قذائف هاون. تأذى عنا بعض الغرف في الطابق 16 واللي هو طابق بيؤدي خدمات للأخوة المواطنين. تم معالجة الموضوع، اقتصرت الأضرار على بعض الماديات والأثاث وبعض الثبوتيات اللي تم معالجتها. نشب حريق تم السيطرة عليه مباشرة من قبل عناصر الإطفاء الموجودين في المبنى. لكن حلب ستبقى لأهلها عصية على الإرهاب. جهود خيرة ومثمرة تشهدها مدينة حمص الوليد، جهود تؤكد أن هذه المدينة من يأبى في هذه المدينة من يأبى الضيم والظلم، ومن يصر على متابعة المشوار حتى الخلاص من إرهاب قادم وخصومة مفتعلة. على المحبة والتسامح اجتمع القريب بالبعيد من وجهاء حمص ومشايخها، فكانت الفرحة فرحتان، لم الشمل ومواساة الجراح وتحرير عدد من المواطنين المختطفين. هي بادرة بدأوا فيها أهل الخير، يوم جسدت في مفهوم المواطنة السورية بحقيقتها. اليوم بادروا بإطلاق سراحهم، وإن شاء الله راح نشوف كل يوم في مبادرة جديدة. وهالملف بده يغلق في حمص ويغلق في سوريا. نتمنى من أهلنا اللي عنده مخطوف يتقي الله في العباد، يتقي الله في الدم السوري، في حجز حرية الإنسان السوري، يطلقوا بمفهوم المواطنة والأخوة. السوريين يملكون حس التسامح، حس الصفح، حس المحبة لبعضهم البعض، والحس الوطني الذي ينبثق من داخلنا لنتسامح مع الجميع لكي نبدأ بخطوات جديدة لإعادة بناء هذا الوطن. جهود الأخيار والوطنيين الشرفاء من أبناء حمص الأبية وبالتعاون مع لجنة المصالحة الوطنية وبحضور المحافظ تثمر عن تحرير 12 مواطنا كانت عصابات القتل والإجرام قد اختطفتهم. كنا رايحين على الدوام، ما حسينا حالنا إلا جماعة وقفونا، نزلونا، حطونا بالميكاب، طمشونا عيوننا. أنا نازل من لبنان، نزلت على مفرق المختارية، تم اختطافي من عصابة مسلحة. تمينا عندهم شي شهر و17 شهر، تم فكنا يعني عن طريق سيادة المحافظ والشيخ. نزلنا على مفرق المختارية، جت عصابة إرهابية كمشتنا، كان معهم سلاح، أخذونا على جهة مجهولة، عذبونا وبجهود المحافظ والشيخ والوجهاء تم تحييرنا. هذه هي سوريا، أم لجميع أبنائها، وهكذا هم السوريون، في قلوبهم يسمو حب الوطن فوق كل جراح، وفي عقولهم يعلو صوت الحق على صوت الإرهاب الغادر. ترتفع دعوات أهلنا في إدلب للخلاص من عذابات ومشاهد قتل ودمار خلفتها الأعمال الإجرامية لعصابات القتل الإرهابية التي روعت الأمنين واختطفتهم، فكان الخلاص على أيدي حماة الوطن. الله يحميكم يا ابني، الله يحميكم، يحمينا الجيش العربي التوري، الله يجعله دخر لنا، الله يخلينا ياكم، الله يحميكم لأهاليكم يا ابني، الله يحميكم ويحمي الجيش العربي التوري كله. من قلوب صادقة ملأها الحزن على وطن آمن تخرج تلك الدعوات. قلوب أهالي إدلب التي تعبت من طوفان القتل وإعصار الخطف وفيضان الحقد تصرخ لعل هناك من مجيب. وحده الجيش العربي السوري الملاذ والأمل، ففي المنطقة الصناعية في المدينة وبعد مداهمتها أحد أوكار الإرهابيين تمكنت قوات جيشنا من تحرير أحد المخطوفين. كنت رايح أنا على المحل، ما شفت ولا ثلاثة ركضوا علي، أنا طلعت ماشي من منيح جميع، أنا ماشي ركضوا علي الثلاثة، بعد ما لتموني حطوني بأبو، نزلوني على الأبو، في أربعة كمان بقلب الأبو، قال أنت كنت واقف مع عساكر بالسوق. الله يعطيهم العافية ويقويهم ويكتر خيرهم، يعني هني لو ما هون ابني ما طلع، كان مخطوف
وظل شيء 6 ساعات 7 ساعات وما بنعرف وينه يعني، ورايع محله ما رايع محل هون ولا هون، رايع محله بس، وخطفوا أخذوا وندق له ما يرد ولا يحسن يرد، أخذوا الجهاز منه. وبعدين إجوا عناصر فتشوا المنطقة داهموها. الله يبعد هالفتنة عن هالبلد ويهدي هالناس وهالشباب كله وتحافظ على وطننا، ونحن نضيع وطننا هيك إذا بدنا نبقى هيك. وليس بعيدا من هناك في منطقة السكن الشبابي وصل الإرهاب للمرة الثانية محملا على دراجة نارية فانفجرت بمن فيها بعد أن شاءت العناية الإلهية سلامة الناس هناك. كنا عم نحوش هون بالأرض، سمعنا الانفجار، طاح الجيش طلعوا إلى برا يا أهالي لا تنبوكم، وطلعنا وما بقى يضربوا علينا إلا حتى دخلنا على بيوتنا، دخلنا على بيوتنا طلعوا يردوا علينا هوك يردوا علينا إرهاب، يلا لا يوفق حمد ولا يوفق سعود اللي بعثوا لنا هالإرهاب، هلا بدنا الحرية، هلا بدنا حرية، كنا بحرية وراحت من إيدنا. هذا عمل إجرامي، عمل إرهابيين، مو عمل مواطن، مو عمل صالح. الاستشهاد بيروح بيموت بسبيل الله بيكونوا عم بيقاتل العدو، بيقاتل إسرائيل، مو بيقاتل أخوه وبيوصلوا. رصاصاتهم وإرهابهم لم تسلم منه كاميرتنا التي يخافها، فحاولوا إسكاتها عبثاً بوجود وجهود من يحرص على نقل الحقيقة والحفاظ على كرامة وطن. لم يسلم مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب من كذب وتضليل قنوات سفك الدم السوري، ولم يسلم أهلوه من إجرام عصابات الإرهاب التي حاولت بكل السبل زجهم في الأحداث، لكن من عاش شهامة أهل الدار السوري لا يمكن أن يغدر بهم. وفاؤهم وحبهم الصادق لمن احتضنهم وقدم لهم كل ما احتاجوه في وقت الشدة جعلهم هدفاً للميليشيات الإعلامية الإرهابية عبر اختلاق قصف وهمي ينهال عليهم من قبل الجيش العربي السوري، إضافة إلى إرهاب المجموعات المرتزقة الوهابية التي تحاول يائسة تني أهلنا في مخيم النيرب في حلب الصمود عن الوقوف إلى جانب سوريا وشعبها. والله سمعت فجأة صوت قوي جدا، طلعت عليه هيك ولا الدخان عم بيطلع، قمت انبطحت بالأرض، قمت في طفل صغير في جارنا هيثم لطفي كانوا طالعين من قلب الدخان، سحبتهم من تحت هيك واخذت الطفل اللي عندنا على البيت حتى زوجتي تشوف شو مالها، وبعدين جينا اسعفنا الجرحى والشهداء اللي معهم 4 شهداء، 2 صغار واثنين كبار. هذا السلاح سلاح إرهابيين، هو صناعة محليجي مصنوع بالتورنو. يوم غزة أطفال غزة تشردت، أطفال غزة مذابح غزة انقامت، ما شفنا دولة عربية تحركت. ليش هلا الدول العربية كلها عم تتحرك؟ ضد مين؟ ضد سوريا؟ سوريا شو عملت لهم؟ سوريا ساعدت كل الدول العربية، سوريا حاضنة الأم الحنونة لجميع الدول العربية، ما بس للفلسطينية ولا غيرها، جميع الدول العربية. الفلسطيني بغير البلاد ما عايش مثل ما عايش هي بسوريا. قابلوا الحب بالحب والوفاء بالوفاء، وأبوا إلا أن يكونوا صفا واحدا مع إخوانهم السوريين الذين يواجهون الإرهاب بكل أشكاله، فنعم الأخوة الصادقة التي لا تبدل بكنوز الأرض. في ظروف غاية في الدقة وخاصة في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الوطن الغالي سوريا، عقد مجلس الشعب السوري جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الأول، وعلى الطاولة كان الوطن والمواطن في أولوية الاهتمام. عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الأول برئاسة الأستاذ محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وحضور الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء. رئيس المجلس أكد في كلمة افتتاحية أن المجلس ينعقد في ظروف غاية في الدقة، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الوطن. وأكد رئيس مجلس الشعب أن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة والتكفيرية المدعومة بمال النفط الخليجي ضد الشعب السوري بمكوناته كافة تستوجب الإدانة من الغرب الذي يتبكى دجلاً على مسيحي الشرق. وطلب اللحام جميع البرلمانات في العالم التي تدعي حرصها على الشعب السوري ومصالحه
بالعمل على وقف إراقة دم السوريين عبر ممارسة دورها في الضغط على حكومتها للتوقف عن دعم الإرهابيين واحتضانهم وتهريب السلاح والمسلحين المرتزقة إلى سوريا. وقال اللحام أن مجلس الشعب يدين ويستنكر بشدة منع الحكومة السعودية السوريين من أداء فريضة الحج لهذا العام، مشددا على أن شعائر الحج ليست ملكا للسعودية، ومنعها عن السوريين يعني حرمانهم من أداء الركن الخامس للإسلام. وأدان اللحام الفيلم المسيء للإسلام والمسلمين وتطاوله على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ودعا المؤسسات الدولية إلى سن تشريعات دولية تجرم الإساءة للأديان والمعتقدات والرموز الدينية كافة. وأعرب اللحام عن استغرابه من لهاث البرلمان العربي الانتقالي ورئيسه بالتنسيق مع المجموعة العربية في المحافل الدولية لتعليق عضوية سوريا في الاتحاد البرلماني الدولي، بينما نامت البرلمانات العربية في سبات عميق طوال عقود من الزمن عن وجود إسرائيل كعضو في الاتحاد، وهي التي قتلت وشردت الملايين من أبناء الشعب العربي الفلسطيني وانتهكت المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة. وتوقف رئيس المجلس عند تصريحات الرئيس المصري محمد مرسي في أنقرة الذي يدعي أنه وصل إلى سدة الرئاسة عبر صناديق الاقتراع المصرية وليس عبر المال الخليجي الوهابي، وقال أنه من الأجدى به عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري ليقرر نيابة عن السوريين كيف ينبغي أن تكون قياداتهم، لأن أحدا من السوريين لم يخوله الكلام باسمه عدا عن قدرة الشعب السوري على صياغة مستقبله السياسي التعددي عبر صناديق الاقتراع التي كفلها الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية. من المستغرب أن يلهث البرلمان العربي الانتقالي ورئيسه بالتنسيق مع المجموعة العربية في المحافل الدولية لتعليق عضوية سوريا في الاتحاد البرلماني الدولي، بينما نامت البرلمانات العربية في سبات عميق طوال عقود من الزمن تجاه إسرائيل. إسرائيل التي قتلت وشردت الملايين من أبناء الشعب العربي الفلسطيني، إسرائيل التي انتهكت المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، إسرائيل التي هي عضو في البرلمان الدولي منذ عقود، ما يعكس حالة الرياء والنفاق السياسي الذي تمارسه بعض الدول العربية التي استفاقت فجأة على الديمقراطية وحقوق الإنسان. من جهته أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء في كلمة أمام المجلس أن الحكومة مصممة على تنفيذ ما جاء في بيانها المقدم أمام المجلس، وعرج على المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد في ظل الحرب الكونية الشمولية التي تشن عليها. كما تعلمون أن سوريا تتعرض اليوم إلى حرب كونية شمولية بكل مكونات هذه الحرب، حرب سياسية واقتصادية وإعلامية، وأيضا سخر لها كل أدوات الدعم من المال والتسليح والإيواء والتدريب من قبل دول غربية وأمريكية وأقليمية وعربية للأسف. هذه الحرب يراد لها أن تنال من صمود وثباتنا وثبات بلدنا. كما تعلمون سوريا أخذت على عاتقها التصدي للمشروع الصهيوني الأمريكي من خلال ما يطلق عليه اسم المشروع النهضوي العربي. سوريا اليوم تدفع ثمن هذه المواقف. يراد لهذا البلد ألا يسير بما يطمح إليه أبناء شعبه من مسار إصلاحي ديمقراطي بدأنا به ولمستم خطواتهم، وكان هذا المجلس الكريم نتاج هذا المسار الإصلاحي. ورفع المجلس عددا من مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة إلى اللجان المختصة، كما ناقش المجلس تقارير لجانه حول عدد من مشروعات القوانين المحالة إليه.
دعت وزارة الخارجية الروسية حلف الناتو ودول المنطقة إلى عدم البحث عن ذرائع للتدخل الخارجي باستخدام القوة في سوريا أو إقامة ممرات إنسانية أو مناطق عازلة، مجددة موقفها الداعي للتوصل إلى حل سياسي دبلوماسي للأزمة في سوريا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن هناك أمثلة معروفة على التدخل العسكري في المنطقة أظهرت أن دبلوماسية القنابل لم تؤدي أبدا إلى النتائج المطلوبة منها، بل أدت لزعزعة الوضع الأمني في تلك الدول والمنطقة بأكملها، مضيفا أنه من المهم الآن بذل قصارى الجهود من أجل إقناع الأطراف السورية بوقف العنف وإقامة حوار وطني وتنفيذ بيان جنيف. وأعرب غاتيلوف عن قلق روسيا بشأن الوضع في سوريا، وهي تدعو دمشق وأنقرة إلى ضبط النفس، لافتا إلى أن هناك أعدادا متزايدة من المتشددين في صفوف المعارضة السورية، وهؤلاء قد يقدمون على أعمال استفزازية وإثارة نزاعات على الحدود. وأشار غاتيلوف إلى أن روسيا قلقة بشأن خروج الأزمة في سوريا من نطاق حدودها الجغرافية وزعزعة الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة. وصفت الخارجية الروسية ما أوردته قناة العربية حول ضلوع روسي في إسقاط الطائرة التركية فوق سوريا في حزيران الماضي بأنه هراء وتدليس. المتحدث الرسمي باسم الخارجية ألكسندر لوغاجيفيتش قال إنه من غير اللائق التعليق على مثل هذه الترهات، إلا أنه لابد مع الأسف من التعليق، وأضاف إن العالم اعتاد على الرياء غير الأخلاقي والفاضح والذي تعمل عدد من وسائل الإعلام العربية ومع الأسف على ترويجه حول ما يحدث في سوريا، موصيا معدي المعلومات المختلفة المناهضة لروسيا والجهات الممولة بالتمعن بشكل أكبر إن لم يكن في المبادئ الأخلاقية ففي القدرات المهنية على أدنى تقدير. وفي ضربة جديدة للتلفيق الإعلامي حول الأحداث في سوريا، أكد وزير الدفاع عصمت يلمظ كذب الادعاءات التي ساقتها قناة العربية السعودية والتي زعمت فيها أن الطيران التركيين اللذين كانا يقودان الطائرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية بعد انتهاكها الأجواء السورية تم اعتقالهما ومن ثم إعدامهما. وقال يلمظ في مؤتمر صحفي إن هذه الادعاءات غير صحيحة بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن الحكومة قد تقدم معلومات غير كاملة لكنها لن تقدم أبدا معلومات مغلوطة بهذا الشأن، لافتا إلى أن المزيد من التفسيرات سيتم تقديمها عند الحاجة. حركة احتلوا في الولايات المتحدة الأمريكية تجدد تظاهراتها، وتحت شعارات النهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية امتلأت الشوارع بالمتظاهرين، فما كان من الإدارة التي لطالما صدرت شعارات الحرية والديمقراطية إلا أن تواجه متظاهريها بديمقراطيتها الحقيقية، قمع واعتقال. تحت شعارات النهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعاشية ومكافحة البطالة والفقر والفجوة المتزايدة في الدخول بالولايات المتحدة، انطلقت حركة احتلوا العاصمة واشنطن بمشاركة رمزية من الأمريكيين المحتجين على سياسات بلادهم، سرعان ما امتدت لتصل إلى الكثير من المدن والشوارع الأمريكية. اليوم وتحت شعار احتلوا واشنطن، تظاهر المئات من الأمريكيين الغاضبين تعبيراً عما وصفوه جشع الشركات العاملة في الصناعات المصرفية والذي يقف وراءه حسب قولهم البنوك والتجار الأمريكيون والعلاقات السيئة التي تربطهم مع السياسيين وكبار رجال الأعمال. محتجون غاضبون حاولوا التعبير عن رأيهم وقاموا باقتحام بعض الشركات التجارية ليتم بعدها قمعهم واعتقالهم في بلد تدعي إدارته الديمقراطية والحرية وتصدر الإرهاب والعنف إلى غير مكان من العالم. إذن حركة سلمية احتجاجية على واقع اجتماعي واقتصادي، أملاً في أن يسهم ذلك باستعادة ما وصفوه الحلم الأمريكي وأحداث ثورة نظام يمارس على شعبه عكس ما يقول للعالم. إلى عالم الاقتصاد والمستجدات في الشأن السوري الاقتصادي ننقلكم عبر تقريرنا التالي. في جولة سريعة حول أهم الأخبار الاقتصادية المحلية اليوم،
مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون القاضي بإعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم لغاية نهاية الشهر الثالث من العام القادم. ووزير الزراعة صبحي العبدالله يؤكد أن الوزارة بصدد استكمال التحضيرات لإطلاق القروض متناهية الصغر الموجهة للنساء الريفيات والمقيمات في التجمعات الرعوية على امتداد البادية السورية، لافتا إلى أن التوجه الحالي يركز على المناطق الأكثر تضررا وفقرا والتي سبق أن شملتها قروض الوزارة في السنوات الخمس الأخيرة. ومحافظة دمشق تدرس مشروع إنشاء محطات وقود صغيرة على الأرصفة العريضة الموزعة في محافظة دمشق، بحيث يتم حفر تلك الأرصفة وتركيب خزانات بأسفلها، مما يساعد في توزيع مادتي المازوت والبنزين ويخفف من حدة الازدحام على المحطات. ومدير فرع المؤسسة العامة للإسكان باللاذقية مازن سليمان يؤكد أن الفرع سيقوم في اليوم الرابع عشر من الشهر الجاري بتوزيع 166 مسكنا بمساحات متعددة تتراوح بين 60 و70 و80 متر مربع. وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق السورية 3575 ليرة، في حين وصل عيار 18 إلى 3064 ليرة. وحدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية شراء ب 68 ليرة فاصل 1% ومبيع 68 ليرة فاصل 42%، بينما بلغ في السوق السورية 72 ليرة شراء و 72.5 ليرة مبيع. ومن الاقتصاد إلى المهتمين بالرياضة ومع آخر الأخبار والتطورات الرياضية في التقرير التالي أيضا. المنتخب السوري للشباب إلى الكويت في السابع من الشهر الحالي ضمن تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا. بوكا جونيورز يتراجع للمركز الرابع بعد تعادله مع ضيفه سان مارتن بهدف لمثله في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الأرجنتيني الافتتاحي الأبرتورا. الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد معارضته استخدام تكنولوجيا خط المرمى مفضلا الاعتماد على الحكام فقط. ليفربول الإنجليزي يرغب بالتعاقد بشكل نهائي مع لاعب الوسط التركي نوري شاهين المعار من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي. بايرن ميونخ يعتلي صدارة التقييم الأعلى في القارة الأوروبية والذي يمثل معدل تقييم لاعبي الفريق منتزعا اللقب من برشلونة الإسباني. الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون عراباً للألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة 2012 بصحبة نجم كرة السلة الإسباني باو غازول ومواطنه أسطورة كرة المضرب رافائيل نادال. البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الإسباني يؤكد عدم رغبته خلافة السير أليكس فيركسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي. الأرجنتيني خوان موناكو يعود إلى نادي العشر الأوائل في لائحة التصنيف الأسبوعي للاعبي كرة المضرب المحترفين. فريق ساوبر المنافس في سباقات الفورمولا 1 يسعى لضم الأسطورة مايكل شوماخر المنتهي عقده مع فريق مرسيدس. السفر بواسطة آلات تسبق في سرعتها سرعة الضوء أمر لم يعد من الخيال. في فقرتنا العلمية التفاصيل حول الموضوع، إضافة للكشف عن العلاقة بين خليط زيوت السمسم ونخالة الأرز بضغط الدم. أشار تقرير صدر مؤخرا أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كشفت عن مخططات لآلات قادرة على السفر بسرعات خيالية تفوق سرعة الضوء والتي تبلغ نحو 300 ألف كيلومترا في الثانية. وجاء في التقرير أن المخططات الجديدة تعتمد على نظريات تعتمد على مبدأ طي الفضاء من نقطة الانطلاق إلى نقطة الانتهاء بسرعات خيالية. أوضحت دراسة جديدة أن الطبخ بمزيج من زيوت السمسم ونخالة الأرز له آثار صحية على القلب عبر التخفيف من ارتفاع ضغط الدم، حيث وجد باحثون أن هذا المزيج يلعب دوراً غذائياً مهماً عبر خفض ضغط الدم المرتفع جداً والمعتدل الارتفاع. وتبين كذلك أن استهلاك مزيج زيوت يظهر انخفاضاً في الكوليسترول السيء وارتفاعاً في الكوليسترول الجيد. قبل ختام هذه النشرة بقي أن أذكركم بأبرز ما جاء فيها. عمليات نوعية للقوات المسلحة الباسلة وعصابات الإرهاب تتهاوى أمام ضربات حماة الديار. من المستغرب أن ينهث البرلمان العربي الانتقالي ورئيسه بالتنسيق مع المجموعة العربية
في المحافل الدولية لتعليق عضوية سوريا. مجلس الشعب السوري يدين الأعمال الإرهابية المدعومة بمال النفط الخليجي، ويستنكر منع الحكومة السعودية السوريين من أداء فريضة الحج لهذا العام. الخارجية الروسية تدعو لعدم البحث عن ذرائع للتدخل الخارجي باستخدام القوة في سوريا، وتجدد الدعوة للتوصل إلى حل سياسي دبلوماسي للأزمة. ختام هذه النشرة الإخبارية أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.